عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نخدموا فرض تأليفي عدد 3 في الجغرافيا لتلاميذ السنة 7 اساسي مع الاصلاح. ما تنساش تعمل ابوني للقناة، وكان عجبك الفيديو جيم للفيديو هكاكا يوصلكم النوتيفيكاسيون تاع اي فيديو نهبطوه جديدة. كما تعودتوا بفروض التاريخ والجغرافيا اللي يبدا فيهم قسمين. القسم الاول اللي هو يبدا فيه اسئلة من نوع التعريف والجداول الى غير ذلك، يبدا فيه تعريف وجداول اللي اكثر تلاميذ يجيبوا فيه معدلات باهية. والقسم الثاني اللي فما 80% من التلاميذ اللي يلقاو فيه مشكل، اللي هو القسم الثاني فيه موضوع او يكون وثيقة انت تخدم الوثيقة هذيك تحللها وتخدم والا تخدم الموضوع نتاعك. نبدأ اول حاجة بالقسم الاول، ان السؤال شنو يطلب منا؟ عرف ما يلي. عنا ثلاثة حاجات باش نعرفوهم، باش نعرفو الضيعة، الزراعات البعلية، والمشهد الحضاري. مش الحضاري، المشهد الحضاري عفوا. باهي عادة ما الحاجات هذوما يعطيها لك البروف نتاعك حاضرين في كراستك، تحفظهم وتصبهم، ماكش باش تعمل حتى شيء، تحفظهم وتحطهم في ورقة الدفار في القسم الأول وتجيب النوت نتاعك كامل في القسم الأول. ديما يعطيها لك البروف، دونك انت عليك تحفظها وتحطها في ورقة الدفار، مش لازم أصلا يعني باش تكسر راسك ولا حاجة، جست تفهمها تحفظها وتحطها في ورقة الدفار. نجي للإصلاح. نبدأ أول حاجة بتعريف الضيعة. الضيعة هي مجموع منشأة المستغلة الفلاحية مثل المخازن والإسطبل وأدوات العمل. الزراعة البعلية، شنو معناتها الزراعة البعلية؟ يعني نزرع الزيتون والقمح والشعير وشنو نعملو؟ نستنو رحمة ربي، نستنو المطر، نستنو حاجة تجينا من عند ربي. هذاك شنو معناه بعلية؟ حاجة ساعات يقولك، حتى يقولك كيكة بعلي، بعلي يعني مهملة، حاجة هكيكة كان جاي من عند ربي، نزرعوها هنا نقعد نستنوا رحمة ربي. هذيك اش معناها الزراعة البعلية؟ هي زراعة على شنو تعتمد؟ مالا هي تعتمد على مياه الأمطار، هي زراعة تعتمد على مياه الأمطار. المشهد الحضري، مش المشهد الحضري اللي هو المدينة، والمشهد الريفي. كنا نقول ريف نقول فلاحة، تو نهبطه لكم الدرس ان شاء الله في اقرب وقت، غدوة ممكن الصباح يهبط لكم زوز فيديوهات صباح وجوز العشية يكون فيهم الدروس نتاع الجغرافيا الكل باش نكملوهم، خاطر يلزمنا نزربوا شوية خاطر العام بريس كمل. المشهد الحضري هو مدينة، المدينة. والمشهد الريفي هو اللي في الريف اللي تعرفوه. المشهد الحضري هو صورة المدينة كما تبدو للناظر من مكان معين. ب هذوما التعريف، عرفنا شنو معناتها الضيعة، شنو معناتها الزراعة البعلية. بعكس الزراعة البعلية وشنو الزراعة السقوية، يتولهوا بها يزرعوا ويعملوا أبيار ويعملوا مواجل ويعملوا ماجن ويعملوا له. أما البعلية هانا نزرع ونستنى رحمة ربي، جينا مطيرة جيناش حاجة. هذاك شنو معناته؟ به نمشي تولي السؤال الثاني. به السؤال هذا راهو لازم 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 باش يجيك سؤال كيف، دونك احفظه بالكدا وقمر حتى البلايص نتاعو، راهو لازم يجيك سؤال كيف. به اكتب على الرسم بقية مكونات المشهد الحضري لمدينة هوستون. قريتكم المرة اللي فاتت مدينة هوستون الامريكية، الروابط نخليه لكم في الديسكريبسيون. مدينة هوستون الأمريكية اللي هي موجودة في العالم المتقدم، اللي هي فيها حي الأعمال وفيها حي الأقليات، فيها تلقى حي الأعمال اللي هو في السنتر في قلب المدينة في الوسط متاع المدينة، حي الأقليات، وتلقى الضاحية اللي هي سكن راقي بعده على الضجيج وكل شيء، يجو سكنوا في الضواحي. بيمل لك عندنا حي الاعمال يمشوا يخدموا فيه، فيها كل البنوك، فيها كل البورصات، فيه الخدمات الراقيه كيما البنوك والبورصات، شركات التامين، المقرات الاجتماعيه نتاع المؤسسات الكبرى، ويكون كيفاش في شكل عمارات شاهقه تسمى بناطحات السحاب، يعني تنطح السحاب نطحان ساعات نقولوا نحن بلغه. به حي الاقليات، او نحن في
مدينة هوستون الأمريكية، مش أحياء ثرية هذيك. بربي بدلوه بدلوه، راهي ماشي أحياء ثرية هذيك. هذي راهو مشهد المدينة، ظهر لي مهيش، ظهر لي تصويرة غالطة. دونك نلقوا حي الأعمال، حي الأحلو الكتاب نتاعك ماني موجودة، حي الأقليات وبعضو الضواحي. باي مفهومة؟ باي. عرف أحياء الأقليات والفئات الفقيرة، شنية هي أحياء في شكل حزام ويحيط مركز المدينة، بقلب المدينة، بالسونتر متاع المدينة، وهو شنو اسمه يعرف بحي الأعمال. شفيه حي الأعمال هذا في عمارات قديمة ومتلاصقة، شنو تنقصها؟ تنقصها الصيانة والخدمات، وتفتقر إلى المساحات الخضراء. هذاك شنو معناه؟ نكتب الشيء ذي الكل في الإصلاح، نشوف الإصلاح مع بعضنا. عارف أحياء الأقليات والفئات الفقيرة، هي أحياء في شكل حزام كما كنت نحكيكم، في شكل حزام يحيط بمركز المدينة، مركز المدينة أو ما يعرف بحي الأعمال، مركز المدينة وإلا السونتر، القلب متاع المدينة اللي اسمه حي الأعمال. يبدأ فيها العمارات العالية اللي تسمى ناطحات السحاب. إش فيه؟ في عمارات قديمة متلاص خلاص قبعضها، تنقص الصيانة والخدمات، تفتقر إلى المساحات الخضراء. نتعدى توا للسؤال الثالث اللي باش يكون فيه صواب وخطأ. ينجم يجيك سؤال كيف ما كاية فيه صواب وخطأ. به تنتشر الأحياء القصديرية من مدن العالم النامي، صواب دوك ما غير ما نصحوها. تمتاز الضواحي عادة بانتشار هذيك بدلوها الضواحي تنتشر عادة أو تمتاز، مش تنتشر، تمتاز الضواحي عادة بانتشار السكن الفردي الراقي. صواب. يمتاز المشهد الريفي بزراعة سقوية باستخدام مكثف الآلات. كيفاش باستخدام مكثف الآلات؟ مكثف الآلات هذا العكس صحيح. هو المشهد الريفي يمتاز بزراعة سقوية وإلا بعلية، بزراعة سقوية وبمستغلات مفتوحة أو في شكل أحواض. ب نتعدى لي القسم الثاني اللي باش يكون على 10 نقاط. شنو اطلب مني؟ اجب على الأسئلة التالية مستعينا بالوثيقة وبما درست. ينجم يجيب لك موضوع كما ينجم يجيب لك وثيقة. اخترت انا في الدفورة ذي نحط لكم وثيقة، خاطر باش تدربوا على الوثيقة خدمت معكم برشا مواضيع، خيرت اني ندربكم على الوثيقة في الفيديو هذايا. به هذايا مشهد ريفي بالسهول الكبرى، بشوفوه توا بالكبير. به حدد نوع الوثيقة، باش تعطي نوع الوثيقة. رسم هو شنو؟ به اول حاجة الوثيقة ذي هي شنية؟ تمثل الوثيقة رسما مبسطا لمشهد ريفي بالسهولة الكبرى، بالسهول الكبرى الامريكي كما ريتو في العنوان. العنوان اش تحطو وتنقلو؟ اثنين الضيعة هي مجموع منشأة المستغلة الفلاحية كما المخزن، الاسطبل، الحيوانات والالات الفلاحي. باش تنقل تنقيل ذي نفسه اللي جاكم في اول في القسم الاول. المستغلة الفلاحية هي مجموع الأراضي التي يستغلها الفلاح. ثلاث نجد بالسهول الكبرى الأمريكية مشهدا ريفيا للزراعة البعلية، زراعة القمح مثلا على سبيل المثال بين قوسين، ويتميز بالخصائص التالية: مستغلات شاسعة مفتوحة في أشكال هندسية منتظمة، أهمية تجهيزات الضيعة حيث تتوفر المخازن الكبرى والمستودعات والإسطبلات، الاستخدام المكثف للآلات كالجرارات والحصيدات والدارسات ولآلات وآلات البذر، تشتت السكن في شكل منازل متباعدة ومنعزلة في أغلب الأحيان. هكا نكون كملنا القسم الثاني وكملنا القسم الأول. إن شاء الله يا رب استفدتوا من الفيديو. نفكركم باش تعملوا أبوني للقناة وجاملوا الفيديو كان عجبكم بالطبيعة. كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل حطوا لي في تعليق، تنهبط لكم بعد الفيديو هذايا فيديو نتاع مدنية وإسلامية.
فروض بالنسبة للفرد ذي باش تلقوه بالإصلاح موجود في الجروب متاعنا وفي الباش فيسبوك متاعنا وكالروابط في الديسكريبسيون. باهي، كان عندك اي درس مش فاهم ولا اي حاجة ادخل لشان يوتيوب كليك بلاي ليست باش تلقى لي فيديو في المستوى اللي حاجتك بيه، ادخل لهم وفرجة.